تحية رياضية طيبة وأهلا وسهلا بالجميع بحلقة جديدة من برنامج سكورسي. حلقتنا لليوم خفيفة، ما عنا كتير أحداث، ما عنا كتير مباريات. كان في فيفا داي، كان في توقف مثل ما الكل بيعرف، كان في العديد من المباريات الودية، كان في بطولة الأمم يلي أربع منتخبات حجزت مكانها بالدور نصف نهائي اللي هن إيطاليا، إسبانيا، كرواتيا وهولندا. كل واحد كان عم يصدر مجموعته وكان عم يتأهلوا. بالمقابل كان هناك العديد من المباريات المودية، منتخبين السليسا والبرازيل والأرجنتين كانوا عم بيفوزوا، عم بيوصلوا إشارة مهمة لجميع المنتخبات إنه نحن موجودين وإلنا شأن كبير بكأس العالم هيدي السنة. حنحكي أول شيء عن الدوري اللبناني، أبرز المباريات اللي حتصير هيدا الأسبوع. حنحكي عن بطولة الأمم دوري الأمم، ترتيب المجموعات. آخر شيء حنتطرق لأبرز المباريات اللي حتصير هيدي الجمعة بالدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا. خلينا نبلش مع الدوري اللبناني ومباريات الأسبوع الرابع من الدوري اللبناني. الأنصار بمباراة سهلة لقاله بيلعب مع الغازية، الصفا بيلعب مع البرج، البرج اللي عم يتصدر بالعلامة الكاملة والصفا معه 7 نقاط، يعني مباراة قمة حتصير. طرابلس بيواجه الحكمة، النجمة بمباراة صار الديربي بالسنوات الأخيرة الثلاثة الأخيرة صارت مباراة حماسية بيلعب مع شباب الساحل، التضامن بيلعب مع الأخاء، والسلام بيلعب مع العهد، العهد اللي كان عم يتعثر بآخر مباراة وكان عم يخسر 1-0 من شباب الساحل. قبل ما نختم صفحة كرة القدم اللبنانية بدنا نذكر بالمهزلة اللي صارت نهار الثلاثة. كان في معسكر للمنتخب اللبناني والمنتخب كان عم يعمل جولر مشترك مثل ما بيقولوا مع المنتخب اللبناني، وكان عم تنتهي المباراة بالتعادل السلبي. كل المباريات، كل المنتخبات بالعالم لعبوا مباريات ودية باستثناء المنتخب اللبناني. ضوينا كتير على الموضوع وحنضلنا نضوي على الموضوع على أمل إنه ينسمع صرختنا وينتقل الموضوع للاتحاد اللبناني لكرة القدم. برجع بقول له إذا ما قادرين تعملوا شيء، إذا ما قادرين تحلوا، تركوا المناصب لحدا غيركم، خلي حدا يشتغل لأنه في ناس حابين يشتغلوا، حابين يطوروا كرة القدم اللبنانية. مننتقل هلا نحكي عن بطولة الأمم، دور الأمم، ما نحكي عن ترتيب المجموعات. المجموعة الأولى كرواتيا كانت عم تتصدرها 13 نقطة، الدنمارك 12 نقطة. كان في مباراة بيناتهم كانت عم تلعب، منتخب الكرواتي قدر يحسمها باللحظات الأخيرة، وشهدت هاي المباراة تسجيل لكريستيان إريكسن هدف أكثر من رائع. وبالمباراة الأخيرة المنتخب الكرواتي قدر يفوز ويثبت جدارته ويقدر يتأهل مع وجود نجمه لوكا مودريتش، ولكن بهاي المباراة الأخيرة تعرض نجم المنتخب الكرواتي بروزوفيتش لإصابة حتغيبه عن فريقه فريق الإنتر لمدة شهر. مثل ما قلنا كرواتيا أول ب 13 نقطة، الدنمارك ثاني معه 12 نقطة، فرنسا مركز ثالث معه 5 نقاط، مركز الرابع النمسا مع 4 نقاط. بالنسبة للمجموعة الثانية المجموعة بي كان فيها عم يتنافس فريقين اسبانيا والبرتغال. باخر مباراة بالدقيقة 87 نجح الفارو موراتا بخطف هدف الفوز ليخطف المنتخب الاسباني بطاقة العبور للدور الأربعة. اسبانيا عم تتصدر مع 11 نقطة، البرتغال 10 نقاط، شاهدنا بالاخر مباراة مع كريستيانو رونالدو. سويسرا ثالث معه 9 نقاط، وبالمركز الرابع تشيكيا معه 4 نقاط. اما بالنسبة للمجموعة الثالثة المجموعة سي، ايطاليا بالمباراة الأخيرة كانت عم تتصدر، المجر كانت عم تربح على المانيا وايطاليا كانت عم تفوز على انجلترا. باخر مباراه جمعت ايطاليا والمجر، الايطالي المنتخب الايطالي كان عم يفوز 2-0 وعم يحفظ ماء الوجه بعد الشيء وعم يقدر يتاهل للدور الاربعه. ايطاليا مع 11 نقطه، المجر مع 10 نقط، المانيا مع 7 نقط، وانجلترا اللي سقطت للمستوى الثاني مع بس 3 نقط. هناك عديد العلامات الاستفهام حول المستوى المنتخب الالماني، اذا حيكون هيك بكاس العالم يعني حرام. برجع بقول مستوى المنتخب الانجلتري كتير 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 منيح منتخب الانجليزي، ولكن يحتاج لمدرب ليقدر يقوده لانه جاري ساوثجيتس اصغر من انه يقود المنتخب الانجليزي. بننتقل هلا للمجموعه الاخيره المجموعه الرابعه، هولندا منتخب الطواحين يعني ما كتير واجهت صعوبه، قدرت تتاهل مع 16 نقطه، بلجيكا مع 10 نقط، بولندا مع 7 نقط، ويلز مع 3 نقط. هذا كان كل شيء بالنسبة لبطولة الأمم. منتخب البرازيلي كان عم يلعب مباريتين وديتين، آخر مباراة كان عم يفوز فيها على المنتخب التونسي بنتيجة 5-1، ومباراة قبلها كان عم يفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-0. اللعيبة كلها كانت عم تتألق، أنتوني، ريتشارسون، فينيسيوس، كاسيميرو. منتخب البرازيلي مزيج من النجوم، نيمار حتى، يعني هناك العديد من اللعيبة اللي كانوا عم يتألقوا. منتخب البرازيلي كان عم يوجه رسالة كبيرة للمنتخبات انه نحن حنكون مرشح كبير لنتأهل لكأس العالم. بالمقابل غريم المنتخب البرازيلي اللي هو المنتخب الارجنتيني كان عم بيخوض مباريتين وديتين وكان عم يربح بنتيجة 3-0 مباريتين، كل مباراة ميسي كان عم بيسجل هدفين، مباراة الأخيرة ميسي دخل من دكة البدلاء قدر يسجل هدفين ويقود المنتخب الارجنتيني لفوزين كمان.
المنتخب الارجنتيني وجه رساله كبيره لجميع المنتخبات انه احنا مرشح حيكون. وهالسنه صراحه تشكيله المنتخب الارجنتيني اكثر من رائعه، يضم العديد من النجوم، هناك تلاحم، هناك انسجام كبير. وجدد الاتحاد الارجنتيني عقد المدرب سكالوني لغايه كاس العالم 2026 بخطوه بتعطي استقرار اكثر للمنتخب الارجنتيني. بالنسبه للمنتخبات العربيه، منتخب قطر كان عم يخسر من كندا وكان عم يتعادل مع منتخب تشيلي، على امل انه المنتخب القطري يقدم مستوى، لانه انا من الاشخاص اللي مرشح منتخب قطر ليكون له شان كبير بكاس العالم. منتخب السعودي باخر مباراه له كان عم يتعادل مع الولايات المتحده، منتخب المغرب كان عم يحقق انتصار، تونس كانت عم تخسر من البرازيل. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخبات العربيه لحتى يكون لهم شان بكاس العالم، خصوصا المنتخبات اللي قادره تعمل شيء. هذا بالنسبه للفيفا داي. بنختم الفيفا داي، بننتقل هلا لنرجع نفتح صفحه البطولات الاوروبيه يلي هترجع كره القدم هترجع من اول وجديد. يعني صراحه حسينا بفراغ بس بالفيفا داي. اول شيء حنحكي عن الاسبوع التاسع من الدوري الانجليزي، ابرز المباريات السبت بديربي لندن، ارسنال بيلعب مع توتنهام الساعه 2:30، مباراة حتكون كبيرة، مباراة بتجمع بين أنطونيو كونتي ومايكل أرتيتا. أرسنال بده يحاول بهيدي المباراة يجدد صدارته للدوري، وتوتنهام بقيادة مدربه أنطونيو كونتي بده يحاول يخطف الفوز لحتى يضل منافس على ويكون مرشح لحتى يحرز الدوري. كريستال بالاس بيلعب مع تشيلسي اللي بعد ما عم نشوفه بمستوياته الساعة 5، ليفربول بيلعب مع برايتون الساعة 5، وبمباراة القمة بديربي مانشستر، مانشستر سيتي بيلعب مع مانشستر يونايتد. هاي المباراة يعني في كتير افكار بدنا نحكي عنها. اول شيء هالاند، بدنا نشوف هالاند مع دفاع اليونايتد كيف حيقدر يتعاطى مع الكساندرو مارتينيز او رافائيل فاران، ديفيد ديخيا. بدنا نشوف مانشستر يونايتد يلي محقق سلسلة انتصارات بالدوري، هاي مباراة كبيرة كيف حيتعاطى معها. في حال مانشستر يونايتد حقق انتصار، حقق نتيجة ايجابية، حيكون له شأن كبير 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 حتى يكون منافس على الدوري. واسمعوا مني وخذوها مني، مانشستر يونايتد في حال فاز حيكون له شأن كبير بالمنافسة. اما بالنسبة لمانشستر سيتي، مانشستر سيتي هيدي المباراة بده يحاول يثبت جدارته فيها، بده يحاول جوارديولا يلقن درس لتيم هاك مدرب مانشستر يونايتد. لنشوف المباراة كيف حتكون. نجوم الفريقين جاهزين كلهم، كريستيانو رونالدو كمان جاهز. يعني مثل ما قلت لكم هيدي المباراة فيها كثير عناوين وفيها كثير قصص، ومباراة تكسير عظم. يعني يمكن هيدا اقوى ديربي من فترة طويلة، على امل انه المباراة تكون حلوة وتليق بسمعة الفريقين. اما بالاسبوع السابع للدوري الاسباني الليغا، اشبيليا بيلعب مع اتلتيكو مدريد السبت الساعه 7:30، مايوركا بيلعب مع برشلونه الساعه 10، ونهار الاحد ريال مدريد بيلعب مع اوساسونا كمان الساعه 10. ريال مدريد هو الفريق الوحيد باوروبا يلي محقق العلامه الكامله، برشلونه بيتخلف عن ريال مدريد بفارق نقطتين مثل ما الكل بيعرف. الفريقين بدهم يحاولوا يثبتوا وجودهم، خصوصا انه ب 16 الشهر مثل ما الكل بيعرف في كلاسيكو، بلكي ان شاء الله بنعمل حلقه خاصه بس عن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونه. برشلونه بيعاني من العديد من الغيبات، مثل كوندي، مثل ليفاندوفسكي، مثل ديونغ، مثل ديباي، مثل اروخو، هناك العديد من الغيابات برشلونه. لنشوف تشافي كيف حيقدر يتعاطى مع هذا الموضوع. ننتقل للاسبوع السابع من ننتقل للاسبوع الثامن من الدوري الايطالي الكالتشو، بابرز المباريات السبت نابولي بيلعب مع تورينو الساعه 4، انتر بيلعب مع روما الساعه 7. هيدي المباراه انتر غايب عنه بروزوفيتش مثل ما الكل بيعرف، ولوكاكو كمان يمكن ما يلعب بعد ما جاهز. بهذه المباراة مورينيو مش حيكون عم يواجه فريق الانتر عن ديكة البدلاء لانه مطرود مثل ما الكل بيعرف كمان، فمباراة حتكون قوية. روما بده يحاول يصغر من الانتر لانه الانتر خسر روما هذيك السنة 3 مرات، مرتين بالدوري ومرة بالكأس. بباقي المباريات امبولي بيلعب مع الميلان، الميلان باخر مباراة كان عم يخسر من نابولي مثل ما الكل بيعرف الساعة 10:15. الاحد اتلانتا بيلعب مع فيورنتينا، مباراة قوية، اتلانتا عم بيقدم مباريات حلوة. الساعة 7 جوفنتوس بيلعب مع الساعة 10:15 جوفنتوس بيلعب مع بولونيا. بالاسبوع التاسع من الدوري الفرنسي الليغا، الجمعة انجي بيلعب مع مارسيليا الساعة 10، باريس سان جيرمان بيلعب مع نيس كمان السبت الساعة 10، ولونس بيلعب مع ليون الاحد الساعة 10. بالاسبوع الثامن من الدوري الالماني، الجمعة باير ميونخ بيلعب مع باير ليفركوزن الساعة 9:30، والسبت كولون بيلعب مع بروسيا دورتموند الساعة 4:30. هذه بالنسبة لأبرز مباريات الدوريات الخمسة الكبار بأوروبا.
حننتقل بس لمحة سريعة عن دوري أبطال أوروبا والمباريات اللي حتصير. تلاتة بايرن ميونخ بيلعب مع فيكتوريا بيلسن الساعة 7:08 الأربعاء. مارسيليا بيلعب مع سالسبورغ مع سبورتينج لشبونة كمان بنفس الوقت. ليفربول بيلعب مع رينجرز الساعة 10. أياكس بيلعب مع نابولي الساعة 10. بورتو بيلعب مع ليفركوزن الساعة 10. كلوب بروج بيلعب مع أتلتيكو مدريد كمان الساعة 10. وإنتر بيلعب مع برشلونة مرات القمة الساعة 10. وفرانكفورت بيلعب مع توتنهام ذات الوقت. أما بالنسبة لمباريات الأربعة الساعة 7:08 إلى ربع، سالسبورغ بيلعب مع دينامو زغرب. لايبزيغ بيلعب مع سيلتيك الساعة 10. تشيلسي بيلعب مع الميلان بمباراة قمة. ريال مدريد بيلعب مع شختار بمباراة معادلة من الموسم الماضي واللي قبله. مان سيتي بيلعب مع كوبنهاجن. إشبيليا بيلعب مع بروسيا دورتموند مباراة حلوة. جوفنتوس بيلعب مع فريق ما بدنا نذكر اسمه. بنفيكا بيلعب مع باريس سان جيرمان. هيدي كانت كل أخبارنا لهيدي الحلقة. كان معكم محمد هاشم على التقديم ونادر حشاش على الإخراج. برجع بشوفكم بحلقة تانية. إلى اللقاء.